بسم الله الى التمتع والتمتع هو الاتيان بنسكين في سفره واحده الاتيان بنسكين منفصلين تامين في الافعال والاعمال المشرفون يعطون لقب الأستاذ أحمد رضي الله عنكم عنهم والتمتع على قول جمهور أهل العلم أنه الأفضل الأفضل لفعل النبي لأن ابن عمر قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه من قول النبي والاستعتاب عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسخت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت نعم التمتع هو أن يحرم من الميقات إذا جاء إلى الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لكن شرط ممن أراد الحج والعمرة لا يتجاوزه إلا محرما وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر من أو أحرم من ذي الحليفة رضي الله عنك أقول لو جاء الرجل من مصر يريد الحج والعمرة جيد المسألة دي مسألة عويصة لكن بيذهب إلى المدينة أولا هل عليه وجوبا أن يحرم الرابغ لأن ده ميقاته وسيمر عليه لا يا ابني لا ده بحر لا جبتها منين لا دي طب ها تعالى جبتها لي لا مرة هو الآن والحديث ظاهر هن لهن ولمن أتى عين ممن أراد طب اهو تفضل لم يرد هم طالع من بلده بالتأشيرة الحج والعمرة وقف قالوا جنون مش ذهول قالوا ذهول مش جنون حقيقة الأمر هذا في مندوحة بحديث أبي قتادة كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عينا فلم يؤدي المهمة التي أرادها منه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم وقد مر على الميقات مشغول بغيره وإن كان يريد حج العمرة أبي قتادة يريد حج العمرة لما يريد ومر على الميقات لكنه انشغل بغيره يعني نقول الإرادة ما كانت أصلا في هذا الباب فدي مندوحة لمن سافر من القاهرة إلى المدينة يريد المدينة ما يريد أن رأسا أن يذهب إلى مكة يريد المدينة ولأن ميقات المدينة أبعد من ميقات الشام ومصر وهو رابغ فنقول له إذا جلست بالمدينة يوما يومين فأنت الآن عندما تنزل إلى مكة هتنزل تمر على ميقات أهل المدينة لأنك بنزولك لو لم تجلس أربعة أيام يعني ليس مادا يهو الآن والنبي وقت لأهل المدينة وقت لهم ذا الحليف فنقول له الآن أنت لست مدني لا يكون مدني إلا إذا جلس عمر خمسة أيام صحيح كده فوق الأربعة أو فوق الثلاثة أنت لست مدني أنت مسافر يقول نعم لكنني مررت على ميقات لا يصح أن أتجاوزه أنا إلا وأنا لأن النبي مش قال بقى وش قال فين الدلالة محدث وجه الدلالة وجه الشاهد أولا سريعا أكملها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن نعم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن شوف الوصف بقى ده ممن أراد الحج والعمرة فهنا نقول له أحرم اغتسل وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة من أفضل ما يفعله استنانا ويغتسل ثم يتطيب بعد اغتسال على مفرق الرأس يتطيب حتى على الجسد يتطيب ثم يرتدي الإحرام ثم يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين وش ركعتان يصلي الفريضة يعني يبقى إلى أن تأتي فريضة فيصلي فريضة
أفضل شيء له في ذلك. احنا قلنا لابد أن تكون الحجة كما حج من؟ يبقى إذن تقصى كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله، ائتسي به. فانتظر فريضة، يعني لو ذهب إلى بعد الظهر بساعة مثلا، انتظر إلى أن يدخل وقت العصر فيصلي ركعتين كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي ركعتين ثم يسلم فيلبي لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يركب الراحلة، فإذا ركب الراحلة لبى لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم هذا طبعا على القول في أهل التحقيق على الجمع بين ما ورد من بعض الناس، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لبى حين انتهى من الصلاة عن عباس الغير، وابن عمر يقول لبى عندما استوى على راحلته، ولبى عندما استوت الراحلة على البيداء. فالعلماء قالوا هذا اختلاف، هو لبى مرة، ما هو لبى هو حجة واحدة ليست حجات. فابن عباس جمع، وإن كان الجمع هنا السند فيه كلام لكن المعنى هنا إيش أصيل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام قال لتأخذوا عني مناسككم، فالناس يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم بعدما سلم قال لبيك اللهم بعمره، يبين او لبيك اللهم بعمره وحجه، فلما لبى الناس ونقل من سمعه في هذا الموطن، لما استوى على الراحله لبى لان في كثر والناس متغيرة، الذين صلوا معه والتفوا حوله وغير الذين راحوا التفوا حوله وراكب الراحلة، فيريد يعلمهم لتأخذوا عني، فكرر ليش؟ ليعلم، كرر للتعليم، كرر ليعلم، فقال ذلك. فلما قال سمعوه فقالوا لبى حينما استوى على الراحلة، ولما استوت إلى البيداء والناس الآخرون أتوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لبى، فكانت هذه إيش؟ هذا للتعليم أيضا، ثالثة كرر ثالثة للتعليم، وكل من سمع في موطن نقله. ونحن نقول الجميع اتفقوا الآن، هذا سمع ونعم، هنا سمع وهنا سمع، ولكن في المرة الثانية كان يريد أن يعلم ليتعلموا، ولأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، وثالثة نفس الأمر، فهو الأولى به. طب هل الأولى به يعمل؟ من قال أنه في قول النبي لتأخذوا عني مناسككم له أن يفعل ذلك ثلاث مرات، لكن الحقيقة الأولى أنه إيه؟ يبتدئها بعد صلاته فقط. طب ليه ما يا أستاذ أما قلت التأسي وأي فعل دقيق وجليل يفعله، ليه ما نصير لا يفعل؟ هذا الأقرب إلى الأصح. محدث ما في أستاذ ملهم المنوفي، جلستك جلسة مش متناوم، غارق غارق وجيزة. ممتاز، هي جاءت للتعليم وهو لا يعلم، هو ليس لم ينزل منزلته، حمكم الله لم ينزل منزلته. فالأولى إذا لبى بعد السلام قد أتى بالسنة، إذا لبى بعد السلام أتى بالسنة وكان هذا صحيح. ثم يهل بالنسك ويلبي ولا يتوقف عن التلبية. خلاص إذا لبى أولا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة، يبقى بقى عنده الآن الذكر الذي لا يتركه أبدا وهو التلبية. وقد جاء جبريل قال أمره أن يأمر أصحابه أن يرفع أصواتهم بالتلبية فكانت تبح أصواته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى ملبي ولا كبر مكبر إلا بشر بإيش؟ بالجنة. تلبية سبيل للجنة، ولذلك الحنفية يرونها ركنا، والظاهرية يرونها واجبة، وصح أنها سنة مستحب، فلكن يلبي وأيضا تعلو الأصوات بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيلبي إلى أن يصل إلى مكة، إلى أن يدخل، فيلبي ولا يقطع التلبية إلى أن يدخل إلى مكة. فإذا دخل إلى مكة قطع التلبية ووقف أمام الحجر، ولو قال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك الله مزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما كما قال عمر بن الخطاب. وفي هذا يستأنس، لا تقول الإسناد صحيح أو إسناد ضعيف،
يستأنس. فأقام من الحجر ثم يقبله ويسجد عليه كما قلنا قبل ذلك. لكن قبل هذا نسينا شيئا والجميع كله نايم. ها أنا ويدخل إذا دخل إلى البيت تهيأ بالضباع يضبع ثم يقبل ويسجد أو يمس ويقبل يده أو بقلم أو بعصا يمس ويقبل لم يجد يشير ويقبل لا يشير فقط دون أن يقبل ويكبر فيشير ثم يستدير فيجعل الكعب على سير ثم يبدأ بالطواف يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ويدعو بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم شيخ قبل ما يستلم الحجر يضبع. ليش؟ لأنه يهيئ نفسه بالاستلام أن يطوف فيجعل نفسه بالدعاء على ذلك فالضبع ثم يرمل ثلاثا ويمشي أربعا يدعو الله تعالى ويذكر الله ويستغفر وإن كان يعني الدعاء أولى له والذكر أولى له في هذا الباب. نعم فيطوف سبعة أشواط وفي كل شوط كما قلت يشغل نفسه بالذكر والدعاء حتى ينتهي من الأشواط السبعة وفي كل شوط يقبل ويمس أو يشير لكن في السابع لأنه لا يشير ولا يؤذن بشوط آخر كل تقبيل أو إشارة تؤذن بشوط آخر ثم يرجع إلى بعد ما ينتهي يرجع لا مش زمزم إلى مقام إبراهيم فيقرأ ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يجعل المقام بينه وبين البيت هكذا ويصلي ركعتين يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والرمى الخاص بالرجال دون النساء الرمى الخاص بالرجال دون النساء والضباع من باب أولى ثم يذهب إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع ويصب على رأسه لأن الإنسان كان يفعل ذلك يشرب ويتضلع ويصب على رأسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له بعدها يذهب يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يذهب راشدا إلى الصفا يصعد الصفا ولا شرط أن يذهب إلى يصعد جبل الصفا لكن على حد الصفا يكون واقف حتى يكون واقفا على الصفا لأنه وقوفه لا يعتمد به إلا على الصفا ثم يستدير ويستقبل قبلة لو استطاع يجد أماكن مفتوحة يرى فيها القبلة يعني الصفا مش كلها فوق على الشمال بعض شيء ينظر عمدة يجد القبلة فإذا رأى الكعبة كبر قال الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو طويلا كطول سورة البقرة ثم يكرر الدعاء الذكر مرة ثانية ثم يدعو طويلا في خلاف في الثالثة والصحيح أنه يذكر الذكر ثالثا ويدعو ثالثا نعم وهو إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما دعا الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فيقرأ الآية ثم يأتي فيعني يطيل في الدعاء ثم ينزل من الصفا إلى المروة شوط لكن هو في الطريق هناك سنن إذا رأى الميلين الأخضرين يسرع يهرول والهرول والإسراع من السنة ولو دعا كما دعا ابن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت نعم فيذهب سريعا إلى المروة فيقف فيها فيدعو الله جل وعلا يستدير ويستقبل قبلة لكن هنا يصعب جدا أن يراه المروة البنا حجز رؤية الكعبة
لا يراها، لكنه يتجه إلى إليها. هنا العين غير مرئية، فيتجه إليها فيرفع يديه. أولا يقول الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على شيء قدير. ثم يدعو طويلا ثلاثا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا تكون الشوط الثاني. فإذا ابتدأ الشوط الأول بالصفا ينتهي إلى المروة، فإذا انتهى قص شعره من كلية الشعر، يعني هو المفروض ياخذ من كل الشعر، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم، وهنا التحليق تحليق الرؤوس يعني كل الرأس، ولا يكون محلق رأسه إلا أن يأخذ من كل الرأس. وأيضا عندنا الأصل في ذلك هو إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، وقال قصروا، أمرهم بالتقصير لما يكون معه الحج. لما؟ لأن هناك عبادة أعظم وهي الحج، فيكون فيها الحلق أفضل، فيبقي شعرا للحلق فيقصر من كل الشعر. والرجل والمرأة سواء، لكن المرأة تلملم كل شعرها وتأخذ من كلية الشعر قدر الأنملة، قدر الأنملة في هذا الباب. نعم شيء هات عصايا عصايا عصايا، شنو كم مسطول عصايا؟ مفيش عصايا يا ابن الحلال، ده طواف عمر يا ابن، ده طواف عمر حبيبي. شيء عارف يبدأ عمرك، رجل بيقول لي بيقول لي عارف ان هي عمره، عارف يا عمر. وطواف القدوم بقى واجب ولا سنه؟ ما انا عارف ان هو عمر. طواف القدوم اي قدوم؟ هو طواف القدوم بتاعه هو طواف عمره، فاهم؟ فهو اصلا فيطوف ويقصر ويتحلل، الحل كله. نعم الحل كله، ياتي امراته ياتي امراته، يتزوج يتزوج، ينكح ينكح، طيب يجامع، يعني يتحلل في الثياب والطيب، حل له كل شيء. زي ابو موسى الاشعري قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، قال الحل كله الحل كله. فاذا انتهى من هذا مكث الى ان ياتي الى اليوم الثامن، نجعله الدرس القادم. خلاص خلاص خلاص، بس احنا نقول ابداها، والدرس القادم بقى ان شاء الله نبدا فيها عشان نبين ما عليه. ثم في اليوم الثامن ضحى، اليوم الثامن يغتسل ويتطيب ويفعل ما فعل العمرة من نتف الإبط و حلق العانة، ثم يصلي الضحى، لأنها صلاة معتادة كان معتاد عليه. لأن احنا قلنا من السنة، من السنة يا سعيدي يا سلام، من السنة من السنة يا أستاذ ميت، من السنة يا أستاذ ملهم، من السنة يا أستاذ إبراهيم أحمد. صمت؟ الحمد لله، أنت فائق الذكاء. تواتيك بقى من السنة؟ طب أنت فائق الذكاء كده. كل أي سنة شرحنا عمرنا. تفضل، إحنا قابلين منك كل شيء. الاتجاه على اليمين عندنا. ماشي، هاي سنة. من السنة. من السنة أن التربية تكون بعد الصلاة. من السنة أن التربية تكون بعد الصلاة، وهو إذا كان معتاد لصلاة الضحى فليصلي. الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم. لو إيه؟ إيه؟ لا مش هيسقط عنه، ما يأتي بخمس، ما تعجلش شيئا قبل أوان، صحيح؟ فهنا يصلي الضحى ثم يلبي ثم يدفع إلى منى، ثم يدفع إلى منى، الدفع إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم.